هل رح يطل الجدي على خلاف أو على مشادة كلامية بأول هالأسبوع الثالث من شهر نيسان أبريل 2024؟ ربما. خبرتك بهالشي الأسبوع الماضي، قلت لك انتبه للتلاتة 16 لأن هالفترة دقيقة جدا ويمكن تحمل لك بعض المشاكل والمواجهات. بتسكنك بهالوقت حماسي شديدة رغم كل شي عم بيصير، تهتم بشؤون مالية أكثر من اهتمامك بالأمور الشخصية، بتطرح بعض المعادلات وهالشي بين الأربعاء والخميس، بس كون حذر جدا من ارتكاب الهفوات أو من التسرع بردات الفعل. بس قول أربعة وخميس، يعني أربعة 17 وخميس 18، بتكون الحظوظ أقوى بين الجمعة 19 والأحد 21. بيساعدك المناخ الفلكي على إيجاد بعض الحلول وبيفتح قدامك باب أمل جديد. تمتلئ أنت حيوية وبتطلع على معلومات بتسعدك جدا وبتتحاور مع أشخاص بيثيروا فضولك وبيعجبوك.